يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حصل نقاش بيني وبين أحد طلبة العلم حيث رغبنا في مسجدنا بتكريم أحد أهل الحي، رغبنا في مسجدنا بتكريم أحد أهل الحي وذلك لقيامه بالعناية بالمسجد والاهتمام به وبذل الوقت والمال من أجل ذلك، بحجة أن المساجد لم تبنى إلا لذكر الله والصلاة، كما أنه مانع من ذلك بحجة أن هذا فيه مدح وثناء، فما القول في ذلك؟ نعم، هو قريب من الصواب، لأن هذا أيضا يخل بنية الشخص وفيه مدح ويطرى له، ربما يعجب بعمله يترك نيته وإخلاصه لله عز وجل. نعم.